أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: هل القنوت في صلاة الفجر كل يوم سنة، يعني الدعاء في نهاية الصلاة، وما حكم فعله؟ القنوت في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض إنما يشرع عند النوازل، عندما يحصل للمسلمين نازلة وضائقة من عدوهم ونحو ذلك، فلا بأس أن يقنتوا، أو يستحب لهم أن يقنتوا بدعاء أن يرفع الله عنهم ما نزل بهم. فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو على أناس من المشركين آذوا المسلمين، وقنت صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو لأناس من المستضعفين بمكة أن يخلصهم الله من أذى المشركين. فإذا كان القنوت من هذا النوع من أجل رفع نازلة نزلت بالمسلمين أو ببعضهم فهو مشروع في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض. أما إذا لم يكن هناك سبب ولا وليس بالمسلمين نازلة، فإن الجماهير من أهل العلم على أنه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وإنما ورد في النوازل الخاصة. نعم.